هو كل يوم اوردر يبوظ كده؟ على فكره انت غبيه جدا ومش نافعه في الشغلانه دي. ما تحرجنيش قدام الناس عشان خاطر انت مش شايفه شغلك كويس. ناس كتير كانت بتتابع اللي بيحصل، لكن مش كل الناس ممكن تاخد القرار وتتدخل. الصدمة الليلة السابعة إلا ربع بتوقيت بغداد على MBC العراق. رمضان يجمعنا.